من بغداد سبعيني يغتصب طفلة بعمر 8 سنوات. يستدرجها ويصيح لها تقول نعم جدو، يسد حلقها ويدخلها جوا بالبيت. الموضوع انتشر بوسائل الإعلام وبوسائل التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية. طفلة عمرها 8 سنوات راحت إلى المحلات القريبة من بيتهم حتى تشتري شغلات من المحل، لكن حسب رواية عائلتها أنه جارهم اللي بالغ من العمر 71 عام استدرجها واعتدى عليها وهي طفلة، ثم هددها بفأس كان يحمله بأنه إذا تحدثت بالموضوع راح يقوم بقتلها. والدة الطفلة استنطقت بيتها واستطاعت معرفة التفاصيل. هذا الموضوع كثير تم الحديث خلاله وأصبح ترند لفترة ما. اليوم احنا بدنا نتناوله حتى مع ضيوفنا، أكيد راح نبحث في هذه الحالات ونبحث بالطرق اللي ممكن نحمي بها أطفالنا ويكون هنالك رقابة عائلية. مراسلنا محمد فراس من بغداد كان في بيت هذه العائلة وتحدث لهم، خلونا نشوف. جريمة بشرية اقترفها شخص لا ذمة ولا ضمير، عديم الإحساس، عمره 71 سنة، يغتصب لها طفلة عمرها 8 سنوات، طالبة بالصف الثالث الابتدائي. ما صايرة، شو نريد نسولف، شو نريد نقول؟ طفلة رايحة تجيب شيبس وعصير للمدرسة مالتها، يستدرجها ويصيح لها تقول نعم جدو، يسد حلقها ويدخلها جوا بالبيت ويشهر عليها فاس، يقولها إذا حكيتي أقتلك وأدفنك بالحديقة، ويفعل فعلته. الله أكبر. البنية مصدومة طلعت من بيتهم، هو قبالهم الباب بالباب، شافت أمها مصدومة، ماما شبيك؟ قالت لها ماما جدو هيك وهيك يسوي وياي، صاحني وكذا وهذي. هرعت أمها، دقت الباب عليها، طلع تولته، قامت تضرب بي بنت تكرم بالنعال. الجوارين صوتها، قامت تعيط بالشارع، التموا الجوارين، شاف نفسه انه انفضح، شغل سيارته وانهزم، الى جهه مجهول. يعني ما قدر القانون او انتم توصلوا له؟ احنا ما حد كان موجود بساعه الحادث. من استعلمنا الخبر رحنا خبرنا النجده، جت النجده، اجى ابنه تهجم على البيت، اخذت ابنه وصلته لمركز سومر، وحاليا الموضوع وموقوف بمركز سومر. احنا كاجراءات اتخذنا، خلينا القانون كبدايه، انه اتصلنا بالشرطه، الشرطه اجت القت القبض على ابن الجاني بعد هروبه الى جهه غير معلومه، اوقفته او دعيته بالسجن. بقت الامور بالقضيه اكو تهاون وتستر عليها. انت ذكرت انه لازم نكون احنا شنو اجراءنا بالقانون او بالعشائر، فاحنا نجيك بالكلام بالقانون. بدايتنا بالقانون، انه اتجهنا على القانون. القانون اكو تلكؤ بالعمليه، اكو بطء بالعمليه. هذا الرجل اللي عمره 71 سنه، اللي ابو البنيه كان يعتبره حارس على بيته وعلى المنطقه، يشوفه قاعد بباب الحوش يقول هذا مأمن على بيته وعلى عيالي، وانا اطلع، وارتكب هذه الجريمه.